نتحدث أكثر من دهوك. ينضم إلينا ضحوي الشمري عضو مجلس محافظة نينوى للحديث أكثر عن هذا الموضوع وما خلفه داعش. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد ضحوي. إذا داعش لطالما أثبت وتصرف على أنه ضد العلم، ضد الثقافة والتراث، ضد الإنسان، كيف يمكن أن نقدر حجم الدمار الذي يشمل كل هذه المجالات اليوم بالموصل؟ اهلا وسهلا. الدمار اللي حصل في الاثار وفي المرافق العلميه هائل جدا، وخصوصا في الاثار، لان الاثار لا يمكن تعويضها. المرافق العلميه والجامعات ستبنى لاحقا، اما الاثار فقد ذهبت وضاع منها الكثير ودمرت. والتقييم الدقيق سيحصل لاحقا وهو كبير جدا. طيب، ما هي هذه الجهود اليوم التي طبعا تعملون عليها، وحتى لو لم تقوموا بالتقديرات الواضحة حتى الآن، أي جهود لإعادة إعمار الموصل بدأتم بها؟ إن كان من ناحية الجامعات، طبعا نتحدث عن حريق كامل من قبل داعش لجامعة الموصل، ثاني أهم جامعة، أي خطوات تقومون بها؟ نحن في إدارة المحافظة موضوع الآثار ليس من أولوياتنا في الوقت الحاضر، لسبب بسيط، هو أننا لا نملك ما نفعله سوى توفير الحماية للمناطق الأثرية التي حررت. صح، غير الآثار، يعني أنا لا أتحدث عن الآثار. بالنسبة للجامعات والمعاهد والمدارس، اساسا يعني في مواقع بديله في الاقليم وفي كركوك، ولاحقا اصبح هناك موقع في قضاء الحمدانيه قرقوش، وبالتدريج يجري تحويل هذا. كلما توفر مكان للدراسه يجري تحويل بعض الكليات الى هناك من المناطق، وخصوصا ان نحن مقبلين على العطله الفصليه، هذه ستعتبر فرصه للتحول من مكان الى مكان. طيب، بالنسبة للبنى التحتية، حتى لو كانت تقديرات عامة وغير نهائية سيد ضحوي، عن أي نسبة من البنى التحتية دمرت على يد داعش؟ البنى التحتية، خصوصا البنى التحتية التي لا تخص المواطنين، ليست بيوت، هناك دمرت بشكل كبير جدا، الجسور وشبكة المياه الكهرباء، حتى المحولات الكهرباء أخذت. الدمار في هذه كبير جدا. أنا لا أستطيع تقييم مثلا الجسور، هي ضربة، هل أنه يحتاج إلى استبدال كامل أو أنه يصلح الترميم؟ لا أدري، إلا لاحقا سيقرره المختصون. أما البيوت والأحياء السكنية فالضرر فيها أقل. طيب، بموضوع ضبط الأمن أيضا سيد ضحوي، عن أي تفاصيل نتحدث هنا؟ كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ إلى أي درجة هناك تقدمون هذا الموضوع؟ هناك ضبط للأمن؟ طبعا يخشى من ردات فعل انتقامية دائما من قبل داعش. هناك ردات فعل انتقامية من قبل داعش، وهناك ردات فعل انتقامية من قبل مواطنين، حيث أن بعض العناصر التي أضرت بالمواطنين ما تزال موجودة في الأحياء، وهي حاليا تبدو منزوعة السلاح، وهناك من ينتقم. الجهات الأمنية تحاول ضبط هذا الموضوع إلى أن تستقر الأمور. أما القصف الذي يأتي من الجانب الأيمن، هذا مستمر ويستهدف خصوصا المناطق القريبة من ضفة النهر. الذي نقوم به نحن هو تسهيل عملية التدقيق الأمني وتسريع عملية التدقيق الأمني التي يترتب عليها بالدرجة الأولى تسجيل مباشرات الموظفين وهم عشرات الآلاف، والحصول على رواتبهم لإعادة الحياة. شكرا جزيلا لك من دهوك سيد ضحوي الشمري عضو مجلس محافظة نينوى.